السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك جفاف بالفم ونظرك ضعيف بالليل وعندك آلام وخشونة في المفاصل وكمان التركيز والاستيعاب عندك ضعيف، يبقى ممكن يكون عندك نقص في مستوى الزنك في الدم. برضو من علامات نقص الزنك في الدم ضعف وجفاف وتساقط الشعر، ضعف وهشاشة وتكسر الأظافر، خمول الغدة الدرقية وارتفاع مستوى السكر في الدم، بطء في التئام وشفاء الجروح، وكمان ضعف بجهاز المناعة والإصابات المتكررة بالإنفلونزا والبرد. طب ايه اللي ممكن يخلي مستوى الزنك يقل في الدم، او ايه هي اسباب نقص الزنك في الدم؟ الحكايه دي بتحصل للناس اللي اكلهم مفتقر لعنصر الزنك، زي النباتيين او اللي عاملين حميه، والناس اللي بتاخد علاج كيماوي، والناس اللي عملت عمليات بالامعاء او امتصاص الاكل بالامعاء عندهم في مشكله، والناس اللي عندها مشكله بالكبد، والناس اللي عندها امراض مزمنه زي السكري والضغط. طب ايه هي اهم المصادر الطبيعيه لعنصر الزنك؟ في مصادر كتيرة جدا ممكن تحصل منها على الزنك، لكن هقول لك على أهم المصادر دي. لحم الأبقار والدجاج، السلمون والتونة، البيض، الفول السوداني والكاجو واللوز، الفول والعدس، الكاكاو، الحليب، السمسم والموز والتين والفلفل الأخضر والجمبري وكمان البروكلي والفاصوليا. كده يبقى احنا عرفنا أعراض وأسباب نقص الزنك في الدم وكمان إيه هي المصادر الطبيعية للزنك. أتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك وأفادك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو عندك أي سؤال أو استفسار بخصوص الموضوع اكتب لنا في التعليقات تحت الفيديو وهنرد عليك. أتمنى ليكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.